تحية من جديد أجدد الترحاب بكل المشاهدين الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم، مباشرة من مدينة بني ملال في هذا البث المباشر في هذه الجولة الليلية. والساكنة مازال خارجين في هذه اللحظات في هذه الأثناء لمساحة الخضراء. طبيعة الحال كنتواجدوا بالضبط في بالقرب من ساحة المسيرة الخضراء. مازال المواطنين، مازال الملالين والساكنة خارجين بطبيعة الحال للشوارع للمنتزهات، لذلك للأمكنة اللي كتعتبر باردة شيئا ما في المدينة، الكون يعني هذا المساء درجات حرارة مرتفعة كتجاوز 26 درجة بقليل، يعني بعد 36 درجة اللي كانت بعد زوال اليوم. مازال الأجواء ساخنة شيئا ما، 26 حتى 27 درجة اللي كتسجل في هذا المساء هنا بمدينة بني ملال، وكذلك بجهة بني ملال خنيفرة بكل مناطقها ومدنها على العموم، ومدينة بني ملال على الخصوص. مشاهدينا متابعينا الكرام، أجواء مثيرة، أجواء ليلية مثيرة هنا بأشهر شوارع المدينة بطبيعة الحال، شارع محمد الخامس بالطريق المؤدي إلى مدينة مراكش. أجواء استثنائية بطبيعة الحال متابعينا مشاهدينا الكرام، يعني درجات حرارة مرتفعة شيئا ما في هذا المساء، ذلك مع تسجيل رياح بين الفينة والأخرى، رياح قوية كما هو الشأن والحال صبيحة اليوم، يعني رياح شرقية قوية بجهة بني ملال خنيفرة على العموم وبمدينة بني ملال على الخصوص. الأجواء أنقلها لكم بالصوت والصورة مباشرة، أذكر مباشرة من شارع محمد الخامس بالطريق المؤدية إلى مدينة مراكش. كذلك من المرتقب يعني ارتفاع في درجات الحرارة حسب ما هو معلن بالنشرات الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في الأيام القليلة المقبلة بطبيعة الحال، درجات حرارة كتجاوز 34 حتى 36 درجة بعد الزوال، كذلك حتى بالمساء. هذه هي الأجواء على العموم هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه الأجواء العامة بمدينة بني ملال. تقريبا ساعة ونصف بالضبط قبل منتصف الليل، مشاهدينا الكرام إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق دائما، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.